انا الابن ديالي حتى انا من هاد الشباب اللي هو لاقين عليه القبض. حنا في الملعب ما وصلناش الاخبار. انا ولدي تدرت تقريبا 6 وشي حاجه تنعيط له في التليفون ما كيجاوبنيش بدون انا. واخا ولدي مشى انا كنت ما بغيتوش يمشي. دابا تقريبا 4 ايام وانا تنهضر معاه باش ما يمشيش يلتحق الميدان ديال الكره. انا كنت نقول له اسمعي في الدار قال اسمعي نمشيو نتقهوا انا وياك نمشيو نتفرجوا لان الروح الرياضيه راه ما كايناش النتيجه. ها النتيجه اللي كنت خايف عليها انا وصلت عليها. لان لو كان كنتي انا الميساج وصلت ودابا وبغيت هاد الجيل هذا يكونوا دايرين الحيطه والحضر ويكونوا تيتسنطروا والديهم ويعطيو لوالديهم شويه ديال يحترموا والديهم شويه لان الوالدين هما اللي تيبقاو في المشاكل. وهذا هو الميساج اللي باغي نوصل لهاد الشباب هذا. ويجب عليكم الحيطه والحضر وانتم المستقبل ديال البلاد وانتم هما البلاد خصكم ديروا الحيطه والحضر لانك انت دابا جاي تفرج ماشي جاي تكرس والديك. والوالدين راهما قدوه الا هضروا معك والديك خصك تسنط لوالديك. والديك راه وصاو في القران مذكوره وقل لهم قولا كريما ولا تنهرهم ولا تقل لهم اف وقل لهم قولا كريما صدق الله العلي العظيم. ان احنا كنا تنعقلوا كنا الروح الرياضيه كنا واحد التضامن كنا احنا الفتحيين والجيش الملكي في عهد باموس في عهد الغزواني في عهد عبد الله مالاقا في عهد الحطاف في عهد رمضان في عهد عبد القادر. فهادو عمالقه ديال كره القدم كانت تعطي واحد الكره اللي هي كره الجيل ديالنا. ولكن هذا الجيل هذا دابا اللي كاين خصهم يعطيو بحال هذوك الناس.